شايفتك شاردة. عم فكر. بشو عم تفكري؟ بتامر ولا بالمسلسل؟ يعني ليش كل وحدة فينا إذا كانت شاردة معناها شاردة برجال؟ أيوة، يعني مو بتامر، يعني عم تفكري بالمسلسل. بتعرفي، حابة أحكي فيه عن تفاصيل الأنثى، عن التفاصيل الصغيرة اللي نحن منعيشها ومنعرفها، بس الرجال لا، يمكن لأنه ما بيفهمونا ولا بيحسوا فينا. مع أنه الرجال دايماً رافعين شعار أنه ما حدا بيفهمنا. يمكن لأنه ما عم يحاولوا يفهمونا. طلعي حواليك، شوفي ياسمين، حياتها انتهت بمجرد أنه جوزها قرر يبدأ حياته جديدة بعيد عنا. مزبوط، بدي حياته من نهاية حياتها. مأساة المرة انكتبت بدمها ودموعها، بيقراها رجال وبيضحك لأنه ما بتهمه ولا بتعني. كتير حبيت اللي عم تحكي، واضح إن المسلسل بده يطلع بيطير العقل. عم تكتبي بإحساس كتير عالي. يمكن لأنه أنا كتير موجوعة. هلأ اللي بيشوفني من برا بيقول فنانة معروفة، وضع المادي كتير منيح ومتجوزة، وجوزها شغله كتير منيح وعم يستنوا البيبي، بس دايماً بعد البس في كلام كتير بوجهي. دايماً نفكر لوين احنا رايحين، يعني هاي اللحظات اللي عم عيشها ويمكن ما عيشها مرة تانية. ليش مضطرة عيشها لحالي بعيدة عن زوجي؟ كرمال شو؟ كرمال الشغل؟ ما أنا كمان كان عندي شغل، بس أنا تركته مشان أسس عيلة. وكأنه مهمتنا لحالنا بالحياة أنه نأسس عيلة. ندمانة؟